تتعب، فبصور اي شيء على الطريق. شركة فورد، لاند روفر، جاكوار، هوندا، جينيسيس، هم موجودين. هذه رينا، هذه منصة نيسان. هذا قشقاي، الله يعلي اسم. GTR. ليف. هذه سيارة اختبارية من نيسان. MQ. الدور اللي فوق فيه بوغاتي، بورش، اودي، بنتلي، عشان تعيشون معي المعرض، جو المعرض، لكي تعيشون معي جو المعرض. والله يوم كبير، الله يوم متعب. وين نبيلي والله شهر. هذه منصة فيكس وايد. أكثر سيارات شركة موجودة هنا فيكس وايد. طيب الحين جينا منصة تويوتا. هذه السوبر بيني وبينكم بصور ما هضم شكله. لكن خلينا نشوف الحين زين. والله يا ضيقة. طبعا عادت بعد انقطاع 17 سنة بجيل خامس جديد. الشكل الخارجي مستمد من سيارة تويوتا FT1 اختبارية مع لمسات مستوحاة من سيارة سوبارو قديمة. هذه فئة الجي ار. تصميم بالنسبة لي صراحة ما في اي جاذبية بالنسبة للشكل والتصميم الخارجي والداخلي وقاعدة العجلات، فهو مشترك مع الصانع الالماني على قاعدة عجلات Z4 BMW 2019. طبعا لازم تمسك سرة، بس خل اصوره لكم من بعيد. ركزوا على الازرار وشكل الدركسون الداخلي، على طول راح تطلع عليك سيارات BMW. بالنسبة للشاشة فيه خيارات 6 انش وفي 8 انش. وبالنسبة للمحرك فمتوفر عندهم 3 محركات. المحرك الاول 4 لتر بحجم 2000 تيربو، قوة 197 حصان والعزم 320 نيوتن والجير 8 سرعات. هذا المحرك حصري للسوق الياباني. المحرك الثاني 4 سلندر بحجم 2000 تيربو مزدوج بقوة 258 حصان والعزم 400 نيوتن والجير 8 سرعات. والمحرك الثالث 6 سلندر خطي 3 لتر تيربو بقوة 335 حصان، نفس اللي معنا الجي ار هذا، والعزم 495 نيوتن والجير 8 سرعات. التسارع من 0 الى 100 4.1. طبعا جميع الفئات تجي بدفع خلفي. بعد جي ار بالنسبه لفئات الست سلندر راح تتوفر 3 لتر
سوبرا وتويوتا سوبرا 3 لتر بريميو وتويوتا سوبرا لانش اديشن بنسخة محدودة 1500 سيارة. بالنسبة للفئة اللي معنا هذه سعرها راح يبدأ تقريبا 187 ألف ريال. جنب قياس 19 رن فلات هذا الماكينة 6 سلندر بحجم 3 لتر وبقوة 335 حصان والعزم 495 نيوتن. التسارع من 0 إلى 100 4.1. ولو تلاحظون الماكينة مثل ما قلت لكم قبل شوي جاية بخط طولي، يعني راح تقبل تعديل إلى 1000 و2000 حصان. زحمة على السيارة. يعني كتصميم ممكن مبدئيا عشان تو اول مرة اشوفها ممكن مع الوقت الواحد يغير نظرته ويكون شكله جميل. والله يا هي ضيقة. انا ما ادري ليش ما كفر حجم. ما عندنا نركب ضيقة 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 حجمه صغير والله. طيب ايش باقي؟ هذه الفئة يختلف الجنب هايبريد. بالنسبة تويوتا سي اتش ار نزلت لكم مقطع تفصيل عن السيارة وموجود بقسم الفيديو، راح احط لكم الرابط تحت. ولا زال باقي اجزاء كثيرة لتغطية معرض جنيف الدولي، راح انزلها لكم بالايام الجاية. تابعونا. امان الله وبحفظ الكريم.